مساء الخير عليكم يا أساطير، رجعت لكم اليوم بقصة رعب جديدة، قصة زواج الجن من الإنس. القصة حقيقية وحدثت فعلا. قبل لا أبدأ بالقصة وأدخل بها، جيب لك حاجة تأكلها أو تشربها وتابع القصة للأخير. قبل لا أبدأ بها، صلي لي على الحبيب المصطفى، اذكروا لي الله يا جماعة الخير، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية الأمر، حياة الجن وعالمهم شبيه نوعا ما بحياة البشر، لكن الجن بدائيين جدا، يعني بهدومهم يعتمدون على الجلود، وبناء بيوتهم يعتمدون على الحجارة والصخور الكبيرة جدا، وحياتهم جدا متشابهة بحياة البشر. عندهم محاكم، عندهم مهندسين، عندهم مدرسين مثل البشر تماما، لكن ما عندهم تكنولوجيا نهائيا. وأكو من الجن يسكنون بقصور، عندهم مقتنيات، عندهم مجوهرات ثمينة جدا. ميزهم الله عز وجل بعدة قدرات انطاهم إياها، اختفاء وطيران وغوص وإلى آخره من الميزات اللي انطاهم إياها. أحد الميزات اللي انطاهم إياها هي أنه يشوفون البشر، بس البشر ما يشوفهم. يعني انت هسه اللي جاي تباوع، احتمالك ويمك جن وانت ما جاي تشوفهم، بس هم يشوفونك ويعرفون كل تحركاتك. اضافة الى هاي، انطاهم سرعة التنقل بين الاماكن بسرعة جنونية جدا وفائقة، تصل حتى اسرع من الضوء. اضافة الى هاي، بعالمهم ماكو شيء اسمه ديمقراطية، كل مجموعة من الجن عندهم ملك عليهم، لان هم قبائل، والملك مال القبيلة شي يقول لازم يتنفذ، واذا شخص من الجن عصى هاي الاوامر تكون العواقب وخيمة جدا، احتمال انه ينفى من عالمهم، او احتمال انه يحبس، او احتمال انه يظل يعذب الى يوم القيامة. يعني الغلطة وياهم نهائيا ما بها مزح وما بها اي غفران ابدا. وطبعا الجن يكونون دائما متطفلين عن البشر، خاصة الجن العاشق، يتدخل بالإنسان تدخل مو طبيعي، وينعجب بالبشر بصورة مو طبيعية. وهواي نسمع قصص عن هذا الأمر، والجن العاشق والمس العاشق وإلى آخره من القصص اللي ما إلها نهاية. قصتنا اليوم عن شخص اسمه مروان. مروان شاب عادي، حال حال اي شاب بداية عمره، يقول انا كنت يعني متعذب، واللي انا راح اخذ دوره بالقصة. انا مروان كنت صغير بالعمر متعذب، بسبب انه والدي توفى وامي تزوجت شخص وقعدوا ويانا بالبيت، وكان هذا الشخص يعذبني دائما، وامي كانت متمنعة من هذا الشي نهائيا، لحد ما كبرت شوية وقدرت اطلعهم من البيت. طلعته هو، وطبعا والدتي ما عافته، راحت وياه وسكنوا بغير بيت، وبقى البيت بس إلي. طبعا عندي أصدقاء وكانوا دائما يجون يمي للبيت، والأصدقاء اللي عندي اثنين فقط اللي أنا أدخلهم للبيت يعني، وكانوا ذول يعرفون كل أسراري، وأنا كنت أحب وحدة موجودة بالمنطقة مالتنا، كنت يعني أريد أشوف فرصة مناسبة في سبيل أتقدم لها. غير هذا الشي ما عندي أحد راح يروح على مود أتقدم للبنية وأتزوجها. طبعا يوم من الأيام كنا طالعين أنا وأصدقاء لي، أم كان كنا يعني شلون تقولون إنه رحنا نصيف بي، أو رحنا إنه شلون تقدرون تقولون سفرة، كنا قاعدين بهذا المكان. وبعد ما أجى الليل، أجتي مرة كبيرة بالعمر تفتر على العالم اللي قاعدين، يعني تقدرون تقولون إنه هي فقيرة وما عندها، وتسأل الناس انه يساعدوها. طبعا من وصلت يمنا تغير الامر، وطلعت انه هي ما تطلب مساعدة من الناس، تطلب المساعدة ولكن بمقابل. المقابل كانت تقرأ كف للعالم، واكو ناس يطردوها واكو ناس لا. طبعا انا ما امن بهاي الامور نهائيا، بس اصدقائي يحبون هاي الاشياء، وبدت تقول لهم اقرأ لكم الكف وتنطوني اللي انتو ترضون بي، يعني ما كانت تخلي رقم محدد. طبعا لزمت ايد صديقي وايد صديقي الثاني، ولحد ما وصلت الي قالت لي انطيني ايدك خلي اقرا لك، وقبل لا تنطيني ايدك بيت بيها.
قصدها انه خلي بيها فلوس وظل سادها وبعدين افتحها اخذ الفلوس واقرا لك الكف. قلت لها اني ما اريد. واحد من اصدقائي قال لي انت اذا على مود الفلوس اني انطيها. ضحكت وابتسمت وقلت لا راح انطيها. مديت ايدي بجيبي حطيت فلوس سديت ايدي فتحت ايدي وانطيت هي. بعدها اخذت الفلوس وبدت تتحرك باصبعها بالكشف مال ايدي بهالطريقه، تتحرك وتمشي على الخطوط اللي موجوده بايدي، كانت تحكي كلمات غريبه، الكلمات عربيه لكن غريبه جدا، وكنت افهمها الكلمات يعني مو غير مفهومه. وبدت تقول لي امامك طريقين، الطريق الاسود والطريق الابيض، احذر من الدجال وابتعد عن اللي راح تجيب لك الفقر، وتمسك باللي راح تجيب لك المال واللي راح تسعدك طول الحياة. طبعا من قالت لي هاي الكلمة ما اعرف شنو الشي اللي صار بيه، بس حسيت بشعور غريب وحسيت انه هي تعرف عني اشياء اكثر واكثر. قلت لها احكي لي اللي تعرفينه بالمضبوط واني انطيك فلوس وش قد ما تريدين. طبعا اصدقائي بدوا يضحكون ويقولوا لي هستوك تقول اني ما علي بهاي الامور وما تريد تنطيها. قالت لي ما اقدر اوضح لك بعد اكثر، هذا الشي اللي قريته بايدك، اني ما اجيب شي من عندي. وبعدها عافتني ومشت، وظليت افكر بكلامها طريق الاسود والابيض وابتعد عن اللي راح تجيب لك الفقر، وكاي الكلمات اللي ما فهمتها نهائيا. وبعدها تقريبا بثلاث ايام رجعنا من السفرة مالتنا وكل واحد راح لبيته، وكالعادة انه احنا متعودين يوميا نقعد بالليل، بس بهذا اليوم ما قدرنا نقعد لان كنا تعبانين جدا. ورحت انا للبيت ونمت ووفيت وهمهم كذلك، والامر مشى طبيعي. وثاني يوم بدينا نتجمع ونقعد لحد ما اجى يوم من الايام تقريبا ورا اسبوع ما يعني من رجعنا، التليفون ما ترن، وباوعت انه هاي البنية اللي كنت احبها بمنطقتنا تتصل علي لان كان بيني وبينها تليفون. فسكتت اصدقائي وقلت لهم لا تطلعون صوت اريد احكي وياها. وبديت احكي وياها لكن كنت اسمع بصوتها نبرة حزن قوية. قالت لي وصلنا خط النهاية وابويا يريد يزوجني الواحد، وهذا الواحد اجى اليوم وشفته. طبعا ما اعرف شنو اللي صار بيه، انهارت صرت اصيح، اصدقائي يمي سكتوني وهي سدت التليفون وراحت. بعدها اتصلت عليها تليفونها مغلق. انجنيت لان احبها وطلعت اركض اريد اروح عليهم للبيت، وقبل ما اوصل للباب مالتهم وما اعرف شنو الشي اللي اريد اسويه انا بديك الساعة، لزمني صديقي ورجعني للبيت. وبديت اصرخ واصيح بالشارع واقول لهم الي وما حد راح ياخذها مني، وبديت انطق باسمها وكان اسمها سجا. قلت لهم سجا اخذها، سدوا حلقي اصدقائي ورجعوني للبيت. وقعدنا للبيت وكان جسمي كله يرتجف وما اعرف شنو الشي اللي اسويه. وبعدها انهاريت بالبكاء لان هي تعتبر حب حياتي وراح تروح من عندي. المهم فقلت له انتقم من عندهم، واني اذا صدق تزوجت اطلع واضرب السيارة مال الزفة بالرشاش وما اخلي احد عايش، يا اما اني اخذها يا اما عزرائيل ياخذها. هذا الكلام اللي قلته واحد من اصدقائي اللي هو الثاني قال لي لا تصير غبي، كل شي ينحل بالتفاهم، احنا ليش ما نروح الشخص يسوي عمل لاهلها وتاخذها انت. طبعا ما دخلت الفكرة اللي قالها ببالي نهائيا، وكنت ما اعرف شنو الشي اللي اسويه ومشتت فكري جدا. وبعدها قلت لهم اريد انام روحوا طلعوا، قالوا اليوم بات يمك، وصدق باتوا يمي اثنيناتهم. وقعدت الصبح واول ما قعدت ويا ريت ما قعدت رجعت على هموم اللي بيه وراح تروح من نيدي، وظليت ما اعرف اللي اسوي. واحد من اصدقائي راح وطلع والثاني ظل يمي، الثاني اللي قال لي شوف واحد يسوي عمل سحري لاهلها. باوعت علي وقلت له انت تعرف احد يقدر يسوي لنا عمل؟ قال ما اعرف راح اخابر عندي صديق الي بمنطقة ثانية اخابره وبلكي يعرف احد هناك. وصدق خابر على شخص قال له عندي شخص يسوي لكم عمل اللي تريدونه. قلت له هسه نروح؟ قال بكيفك. وصدق
طلعنا وصعدنا سيارة ورحنا. طبعا رحنا لهناك احنا ووصلنا البيت الشخص صديق صديقي، وقعدنا يمه شوية وبعدها قال هسه راح نروح عليه ونشوف. وصدق رحنا عليه لقينا عالم قدامنا موجودين، وبعدها طلعوا ناس وطبوا ناس، وبعدها وصل السرى انه ودخلنا. واول ما باوع عليه قال لي اكيد انت، ما اعرف شنو الشيء يعني اللي خلاه يقول علي. مع العلم احنا دخلنا ثلاثتنا عليه، طبعا طلعهم اثنيناتهم وبقيت بس انا يمه. قال شنو الشيء اللي تريده؟ قلت له انا احب وحده اسمها سجا وامها اسمها فلانه، وقال لي عندك شيء من اثرها؟ عندك صوره الها؟ قلت له لا، كل شيء ما عندي الها غير هذني. قال ما اقدر اسوي لك الها شيء اذا ما تجيب لي شيء من اثرها. يلا اقدر اجيبها لك، ما راح ينفعني اسمها واسم امها نهائيا، او ما راح ينفعك، ما اريد انصب عليك، احتمال اقدر اخر الشغله لك فقط، يعني اعرقلها بين قوسين. طبعا وافقت وطلب من عندي مبلغ من المال، قلت له انطيك. وصدق سوالي فد شغله، قال لي هذا تاخذه وترشه بالباب مالتهم بالليل، في يعني ما حد يشوفك لازم ينرش هذا الشيء بالباب تشوفه. انطاني اياه بزجاجه صغيره. طبعا اخذت هذا الشيء وقال لي اذا جبت لي شيء من اثرها اخليها تعوف اهلها وتجيك للبيت. كنت اتمنى انه تتصل علي او تفتح علي خط في سبيل اقول لها خلاص انت راح تروحين من عندي، اريد شيء من اثرك، اريد تيشيرت لابسته، اريد او شال ما شعر، اي شيء انت لابسته يظل ذكرى يمي، بس ما اتصلت علي نهائيا. طبعا واحد اصدقائي ذول الاثنين كان جيرانهم، يعني الحايط مالتهم الحايط مال ذول الناس اللي انا احب بنتهم. يوم من الايام جاني الصبح وقال لي هاني اريد اروح البيت عمتي لفلان مكان ولازم انت تروح وياي، وظل يلح علي. مع العلم اني ابد ما رايح وياه هيج مكان، اريدك تساعدني وانا محتاجك بشغله، وظل يلح علي ملحة مو طبيعية. وانا كنت بغير مود ونفسيتي تعبانة، بس لح علي وبدأ يقول لي انت ايش تطلب من عندي انا اسويه وانت ما تسوي لي. بعدها قلت له تمام موافق، بس خلي ابدل. صدق بدلنا انا وياه، واخذني ورحنا لغير محافظة، وكانت الدنيا الظهر. ووصلنا للمحافظة ذيك الدنيا المغرب، وقعدنا وكنا وانا كل ساعة اقول له نرجع ويقول له لا ما راح يخلونا. وصدق شلبوا بينا بيت عمه وخلونا قاعدين يمهم، قالوا اليوم الا تباتون، وبتنا يمهم. بعدين اكتشفت انه هو جابني لهنا السبب واحد، لان اليوم العرس مال البنية وراح ياخذوها، وخاف انه انا اسوي شي بنفسي او اسوي شي بيهم وافضحهم وافضح نفسي. وطبعا ما عرفت الا الصبح من صديقي الثاني، وتعاركت وياه ببيت عمه، ووصلنا انه انا وياه ضاربنا. بالحقيقة هو ما ضربني نهائيا، انا اللي ضربته، وجو لزمونه وفككونه. وعمه الكبير اجا وقعد وهداني وبدا يحكي وياي ويقول لي الزواج قسمه ونصيب، ومو كل شخص يحب راح ياخذ البنية اللي يحبها. قال اني هم مريت بهذا الشي من كنت بقدك، وباحس اني عمري 45 سنة وتزوجت زواج عادي وتقليدي وراحت من عندي، وهذا الكلام ما حد يدري بيه، هسه انا حكيته لك وفضحت نفسي قدام حتى ولدي في سبيل يريد يهديني الرجال. وبعدها تهديت وقمت صالحت صديقي اللي ضربته وقلت له خلاص نرجع. قال لي ما نرجع اذا ما توعدني ما راح اسوي اي شي. قلت له خلاص راحت من عندي وما راح اسوي اي شيء. المهم من رجعنا بنص الطريق قلت له اني بعد ما اريدها ولا اريد اتزوجها، لو تريدني كان هي كلبت بيها، بس ما راح اعوفها نهائيا. قال لي شو عليك بيها؟ خلاص انتهى الامر، تزوجت عفتك. قلت له تزوجت بس راح انتقم منها، اني وياها 7 سنين ومتفقين على زواج، وتالي ما تالي تخابرني هي رايدته اكيد وراضية بهذا الشيء. وحتى من بجت هذن الدمعتين سوتن علي مثل الفيلم. المهم وصلنا المنطقة ورحت للبيت وما خليت أحد يجي وياي، وقمت أبتعد عن أصدقائي شوي شوي تدريجيا لحد ما صفيت وحدي نهائيا. ما عندي صديق 24 ساعة مكتئب وقاعد بالبيت، وإذا ردت أطلع على قد المحل اللي راح أروح له. طبعا واستمريت على هاي الحالة تقريبا
شهرين متتاليين، حتى للشغل ما أطلع، وكانوا يجون أصدقائي علي من الباب، وأعرف ليش كانوا يجوني، لأن يدرون بيا ما أشتغل وما عندي فلوس، يجون ينطوني فلوس أو جايبيلي أكل أو جايبيلي يعني أشياء ثانية، كنت أخذ من عندهم وراها أسلم عليهم وأدخل للبيت، وهم هم كانوا يقولوا لي خلنا ندخل، لأن يعرفون بجواب راح أقول لهم أريد أبقى وحدي. وورا هاي الشهرين من العزلة والاكتئاب بديت أروح للسحرة، يوميا أروح الواحد شكل وما جاي أشوف نتيجة، أو بالأحرى ما حد جاي يجيب لي أخبار على بنية نهائيا، رديتها تتطلق بكل الصور مع العلم أنه هي طلعت من قلبي وأني ما أريدها. يوم من الأيام من رحلة الأحد السحرة قال لي أنت ليش هيك تريد تسوي وأنت ما تريد تتزوجها؟ ليش ما أزوجك وحدة تغنيك وتنطيك الشي اللي تريده؟ قلت له ما أتزوج، أني ما أريد أتزوج. قال لي راح تتزوج زواج بدون فلوس بدون كل شي، الزوجة اللي تريدها أنت تشبه زوجتك إذا تريد. بهالكلام هذا قلت له شلون؟ قال لي أنت وافق وهاني راح أقول لك شلون، بس هذا الأمر راح يكلفك. طبعا ما أعرف، ظل الأمر يتقلب ببالي واني قاعد قدامه، بعدين وافقت. قلت خلي أشوف يعني شنو، منين راح يجيب لي هاي المرة اللي تشبه البنية اللي أريد أتزوجها. بعدها قال لي تتزوج وحدة من العالم الآخر، يعني بين قوسين جنية. طبعا وافقت وقلت خلاص، يعني بنات الإنس ما فادني، راح أجرب بنات الجن. بهالكلام هذا طبعا بدأ شايل ورقة ويكتب بيها كتابة، ورقة كاملة كتبها وقلب الصفحة وبدأ يكتب بالورقة الثانية، وبعدها قال صارت الورقة جاهزة، تنطيني هذا المبلغ من المال وأنطيك إياها وراح ترتاح وتعيش حياة جدا سعيدة. طبعا المبلغ اللي طلبه من عندي ما كنت شايله وياي، قلت له أنا ما شايل هذا المبلغ. قال أعرف، أنطيني اللي عندك وبعدين أنطيني الباقي. طبعا خفت من عنده وقلت هذا نصاب، والأشياء اللي كتبها بالورقة أشياء من جيبه وما راح أستفاد بأي شي، حالة حال القبلة اللي ما سووا لي أي شي. بعدين ما أعرف شلون وافقت وانطيت الفلوس اللي عندي وأخذت هاي الورقة من عنده، مع العلم ما باوعت عليها، صفطتها وخليتها بجيبي. طبعا 3 أيام هي بجيبي وأنا ما فاتحها وهي على صفطتها، طلع لازم إنه أنا أقراها. طبعا أخذت رقمه وخابرته، قلت له صار اليوم الثالث وما صار أي شي. قال لي أنت طبقت الكلام كله المكتوب بالورقة؟ سكتت وقلت له بعدين أخابرك. مباشرة هو سد التليفون بوجهي وعرفت الغلط من عندي، ما سويت الشي اللي مكتوب بالورقة، أنا خليتها بجيبي وعبالي عن طريق هاي الورقة راح أتزوج جنية. فتحت الورقة ولقيت بيها عدة مطالب، من بخورات من قلم زعفران وإلى آخره من هاي الأمور. طبعا رحت جبتهن، يمكن ورا يوم كل الأشياء جبتهن، شموع وبخورات اثنين معينة وكلهن جهزتهن، وبديت بطريقة التحضير. ولازم طريقة التحضير بيت يكون ما بي قرآن، والبيت مالتي كان ما بي قرآن، والبيت ما حد يصلي بيه، وهذا البيت صح ما حد يصلي بيه، وأنا كنت ما أصلي نهائيا. وكان بداية الأمر لازم مكتوب إنه تصرف العمار مال البيت. طبعا بديت أصرف العمار بكلمات معينة وبطلاسم معينة. وبعد ما تكمل هذا الشي تقعد بغرفة ظلمة وتبدي تشعل البخور وتقول هاي العزيمة اللي موجودة، اللي ما راح أذكرها أنا في سبيل لا أضركم ولا أضر نفسي، لأن أهم شي عندي سلامتكم مش عندي غيركم أنتو. ورا ما كملت هاي العزيمة إنه تجيني على شكل حمامة بيضة، وقبل لا تجي لازم أكتب بورقة كلمات معينة وأحط حنطة بيها وألف الورقة وأنطيه إياه. لما أنطيه إياه راح تاخذها بمنقارها وبعدها تختفي من قدامي، وبعدها بشوية تظهر قدامي وحدة متجسدة جميلة جدا. هذا الشي اللي مكتوب بالورقة، سويت هذني كلهن بس لا ظهرت لي حمامة ولا شفت أحد ولا شفت أي شي، بس حسيت بدوخة غريبة
جدا، وحسيت انه اكو مثل الدخان بالغرفة وضباب. ردت اقوم من مكاني بعد ما كملت كل شي في سبيل اشغل الضوء مال الغرفة، لان كان طافي تماما. سقطت على الارض وما ادري. الغريب بالامر لما قعدت الصبح لقيت نفسي بعدني على الارض مشمور، بس الحنطة اللي موجودة مختفية من قدامي، والورقة اللي كتبتها هم كذلك. ظليت قاعد بهذا اليوم بالبيت وما اعرف شنو الشي اللي اسويه لحد ما اجي الليل. ولما اجى الليل دخلت للغرفة اريد انام، ونمت بالغرفة وكان الجو جدا حار. طلعت وقلت راح انام بالصالة، لان كانت الصالة مالتنا كبيرة وطالة على الباب لبرا، يعني من تفتح الشباك يجيك هواء احسن من الغرفة. فتحت الشباك ورحت نمت بالصالة. وراها بشوية سمعت صوت وحركة بالغرفة ماتي، مع العلم انه ماني موجود وحدي بالبيت وما وياي احد ثاني. طبعا اجيت للغرفة، رجعت اريد اشوف من اللي موجود. شفت بنية شعرها طويل وجالسة على طارف السرير، وكانت شايلة مشط خشبي بيدها وجاي تسرح بشعرها. طبعا ما اندارت علي نهائيا. انا واقف بالباب مال الغرفة، وما اقلكم خايف من عدها، بالعكس بنية موجودة يمي بالبيت، وهذا الشي انا اللي رايده. قلت لها شلون طبيتي لهنا هالكلام هذا؟ قالت انت اللي دزيت علي واني اجيتك. افترت وباوعت علي، والله العظيم كان شكلها يشبه البنية اللي كنت احبها نسخة من عدها، مع العلم البنية اللي احبها اني ما شايف شعرها اذا كان طويل ولا قصير. تركت المشط من ايدها وقامت وقفت مباشرة. جيت وتقدمت عليها، وتقدمت عليها يعني ردت ألزمها. صاحت بي ووقفتني، قالت لي مو بهالسهولة، لازم نتزوج، يلا تقدر تسوي لي أي شي بهالكلام هذا، كأنه عرفتني شنو الشي اللي أريد أسويه أني بيها. طبعا وراها قالت لي أنت اللي حضرتني وأني هسه حبيتك، وأنت هم تحبني وإحنا لازم نتزوج، بس شرط الأول والأخير أنه لازم نتزوج بعالمي. قلت لها أنا ما أروح هناك نهائيا، وعالمكم وين صاير هذا؟ قالت لي جو الأرض هالكلام هذا. قالت راح تعيش عيشة جدا جميلة، وأنت رايد الزواج من عندي، وأنت سهل عليك تجي بعالمنا، بس أنا ما أقدر أظل بعالمكم مستحيل، لأن إذا ظليت راح أعصي الأوامر مال قبيلتي وراح أنفي واحتمال أنقتل وأموت. طبعا قلت لها انطيني يعني مدة أفكر بيه. طول المدة اللي كنت أفكر بيها أنا هي تجيني يومية وتقول لي ايش قلت، ونظل قاعدين، ولا مرة من المرات قدرت أمسكها نهائيا ما تخليني. ومرة من عندهن يعني اجيت وطخيت ايدها بايدي، واول ما طخيت ايدها بايدي كانت ايدها باردة مثل الثلج، برودة مو طبيعية. صرخت بوجهي صرخة جدا قوية، والشكل الجميل صار بشع جدا. قالت إذا عادت مرة ثانية راح ما تكفيني روحك بهالكلام هذا. ظليت وياها فترة في سبيل انه اروح وياها، لحد ما وصلت وياها الحل وسط. قلت لها انه انا مش مدري اني هسه من راح اتزوج انا وياك، مثل الانسان من يتزوج. قلت لها نتزوج هنا وبعدين اروح وياك لعالمكم. قالت راح اخلي بيني وبينك قسم، وبيني وبينك عهد، نتزوج هنا بس وراها تروح وياي، واذا ما رحت راح تكون العواقب وخيمة جدا عليك. طبعا وتزوجت انا وياها، ومباشرة دخلت عليها. ظليت وياها 3 أيام يومية على هاي الحالة، وطبعا بكل وقت كنت أني يعني وياها، وانتو تفتهمون يعني سيكو بيكو بين قوسين. يقول يعني أبد ما عافتها نهائيا، وهي ما عافتني أبدا. ورا 3 أيام ما خلتني أتقرب عليها بعد مرة ثانية، وقالت لي انت وعدتني تجي وياي للعالم، وقسمت، وبيني وبينك عهد، ولا تكسر الميثاق اللي بيني وبينك في سبيل لا تموت بهالكلام هذا. بدأت تهددني بس ما أخاف من عدها نهائيا، لأن ما شفت من عدها فتشي بشع أو شي مخيف.
قلت لها أنا ولا أروح العالمكم مستحيل، أنا أظل هنا. تريدين نظل هنا؟ حسبتها يعني مثل الإنسيات اللي موجودات. طبعا اختفت من عندي وهي غضبانة جدا ونمت، ولما نمت قمت أحلم بكوابيس مرعبة جدا، أحس نفسي أوقع من مكان عالي وبعدها ألقى نفسي يعني بين أفاعي بكل مكان، ويلدغم بيا من كل مكان، وبعدها أموت وأصحى من الحلم وأطب بحلم ثاني، يعني من حلم الحلم. وكنت دائما يعني ما أهتم بنظافتي الشخصية، نفسيتي تعبانة، البيت حرفيا ما أقدر أطلع من عنده، إذا طلعت برا بالشارع أختنق، أشوف البيت راحة مو طبيعية. ويوم من الأيام جت علي بالليل وقالت هذا الإنذار الأخير إلك، وأني إجيتك لأن أحبك، بعدها راح تصير كارثة، إلك من أنا الباكر ب12 راح أجيك وأظهر قدامك وأقول لك راح تجي وياي، إذا قلت نعم راح تشوف النعيم وتشوف الخير، بس إذا قلت لا وراها أختفي وراح تشوف شلون راح تصير حياتك. واختفت من قدامي، وطبعا انطتني ثاني يوم، وصدق الساعة ب12 ظهرت قدامي بهيئة جدا مزرية وتعبانة، قالت انت اذيتني بما بيه الكفاية، وانت يعني مثل اللي نصبت علي، واني من حبي الك وعشقي الك سويت هذا الشي، وحبيتك لهاي اللحظة، لا تخرب حبي الك وتنقل بحياتك جحيم، فامشي وياي. قلت لها ما اروح لاي مكان، اذا تريدين ظلي انتي وياي. طبعا انا كنت كلش غبي بذاك الوقت، ما كنت احس بانه راح تقدر تسوي شي، لان ما شفت من عندها غير بس الجمال، وهي جميلة جدا وحسناء. قمت شكوي صورة اتصورها ببالي تجيني بيها بالبداية. المهم اللي صار بعد هذا الشي، ورا ما اختفت من قدامي من حجة هاي الكلام وقلت لها ما اروح، رحت وقلت خليها انام، دخلت للغرفة ونمت، ولما نمت سمعت صوت انفجار ورا ما غفيت، قعدت على صوت انفجار حرفيا، انفجار كان جدا قوي، حسيت انه البيت راح يوقع. وبعدها اول ما قعدت كان الدخان يملي البيت كأنه قذيفة وقعت داخل البيت اللي انا قاعد بيه، الدخان تارس البيت، والدخان الريحة مالته مثل ريحة الخشب المحترق او ريحة الفحم، هي كان ريحة الدخان. والكهرباء طافية بكل البيت والبيت اظلم. طبعا قمت وتوجهت بالبيت، واني انزل بالحيطان والبوب في سبيل اقدر افتح الباب واشوف مصدر الدخان او اشوف وين وقع هذا الصاروخ او القذيفة. فتت وباوعت على الغرفة يعني اللي هي استقبال مال الضيوف، كانت بيها شباك جدا كبير، كان بذاك اليوم القمر مكتمل والله العظيم، والضوء مال القمر داخل من الشباك ويبين اذا اكو احد بالغرفة. شفت شخص جدا ضخم تقريبا يعني ضخامته مو طبيعية، وطوله بطول السقف مال الغرفة حرفيا، بدأ يتقرب علي طبعا، وبعدها انشليت عن الحركة ما اقدر اتحرك، وشنو هذا الكائن اللي طب؟ بداية الامر انا قلت احتمال فضائي يعني بهذا الشي، ما كنت مفكر انه الجن يسوون اكثر من هذا الشي. وبعدها تشتفت وما اقدر اتحرك نهائيا، وبعدين بديت مثل اللي اختنق، وروح حسيتها انه تنسحب من عندي وتريد تطلع، لما اتضحت علي الرؤية وتقرب علي طلعت هي، يعني هذا الشخص اللي قدامي كان مو مذكر، كان انثى، كانت ما لابسة هدوم نهائيا، عارية تماما، جسمها جدا ضخم وكبير واسود، شعرها كان طويل جدا والله العظيم، وتلتف عليها الافاعي من كل مكان، ورفعت عن الارض لفوق ورديت انضربت على الارض. لما انضربت على الارض طبعا ردت اقوم، بس اريد يعني ارفع نفسي من الارض، ما اعرف شلون قلت يا الله، وصرخت وقالت لا تنطق هاي الكلمة، عرفت انه هاي الكلمة تأذيها والله العظيم، ظلت اقول يا الله يا الله، وتذكرت وقمت اقرأ من القرآن
ما كنت حافظ شي نهائيا، المعوذتين فقط وفاتحة الكتاب اللي هي سورة الفاتحة. بديت أقرأ بين وهي تصرخ وتحط إيديها على إذانها، وكل صرخة كانت تصرخها شكو شي موجود عندي بالبيت يسقط من شدة الصوت مالها العالي. وبعدها بدت تصغر تصغر لحد ما صار حجمها جدا صغير، واقفة بزاوية الغرفة ومذلولة كأنه قزم. احتقرت نفسي شلون كنت أقدر أتقرب عليها وأنام وياها بشكلها المقزز هذا. بس بنفس الوقت ما أقدر أتنفس نهائيا، وأحس ضيق بصدري رغم الكلام مال رب العالمين اللي جاي أقوله. طبعا ما أعرف شنو الشي اللي صار بعدها، سواد بسواد اختفت من قدامي ولا ما اختفت ما أدري. صحيت ودنيا الصبح، باوعت على البيت، وضعية البيت جدا طبيعية، بس الصالة اللي كنت بيها أني الحيطان مالتها كأنه بيها حريق. كان أكو رماد أسود على الحيطان، والصورة كانت عندنا واقعة، وساعة، وباقي الغراض اللي موجودة على الطاولة كلها على الأرض. طبعا طلعت ورحت على أحد أصدقائي وسولفت له على الشي اللي صار وياي، وقال لي الوضعية خطرة جدا واحتمال تتأذى، راح أوديك على شخص ثاني. قلت له أنت راح توديني على ساحر مرة ثانية؟ قال لي لا، راح أوديك على واحد يعالج بالقرآن. ورحنا عليه للبيت ولقيناه ماكو، قالوا مسافر وباكر راح يرجع، يعني رايح لأقاربه. طبعا قال هذا الشخص الوحيد أنا اللي أعرفه. دورنا على واحد وما لقينا، لقينا واحد ورحنا عليه وقال أنا هاي الشغلة مو قدها ورا ما قرأ قرآن، وقال ما أقدر أروح على شخص غيري، مهم ولازم أقضي هاي الليلة وحدي. صديقي ما عافني نهائيا، بس أنا من صارت الدنيا الليل وصارت بالدعش قلت لعوفني وروح، أريد أبقى وحدي. قال لي أخاف تتأذى وأخاف يصير لك شي. قلت له لا روح وعوفني. ظليت ألح عليه وطلعته بعد ما طردته طرد من البيت، ظليت وحدي. طبعا وأنا ظليت وحدي بالبيت ما صار أي شي، وقلت راحت وخافت من القرآن، وقمت أريد أطب للحمام. طبيت للحمام وكان هدفي أنه أتوضأ وأصلي وأرجع الرب العالمين والله العظيم. بس كانت رجعتي وتوبة الرب العالمين ما كنت واثق من عدها 100%، ردت بس أمشي الحال لأن خايف من عدها بهالكلام هذا وأحكيها بصراحة. دخلت للحمام، وأول ما دخلت للحمام وبديت أتوضأ نزلت راسي على المغسلة، يعني أريد أنه أستنشق المي بخشمي. وبعدها حسيت شخص واقف وراي، التفتت عليه لقيت شخص شكله جدا غريب كبير بالعمر، وما تقدر تميزه هل هو رجل او هل هو مرأة لان كانت ملامحه جدا مو واضحه، بس مبين التجاعيد قوية على وجهه، مرعبة بصورة مو طبيعية داخل الحمام. بعدها رجعت راسي وسويت نفسي انه انا ما جاي اشوفه من الخوف والله العظيم. بعدها حسيت ايد تلزمني من راسي من الخلف، كانت جدا قوية، وهنا أنا اول ما صارت علي وطخت الايد براسي حسيت بوجع بكل جسمي وفقدت السيطرة والحركة تماما. بعدها ما حسيت بس انه راسي انضرب بالمغسلة مال المي ضربة جدا قوية، لحد الان واتذكر الدم من كان ينزل بالمغسلة وعلى الارضية مال الحمام. غير هذا تذكرت انه انا ما اقدر اذكر اسم رب العالمين بالحمام، بديت ازحف زحف والله العظيم، وهو يضربني على ظهري بشي جدا كبير وضخم، ومن الثقل ما تحسيت ظهري انكسر، اريد اصرخ ما اقدر. وبعدها طلعت من الباب مال الحمام وقمت اصيح يا الله ساعدني انقذني، ورجعت ترجعة الرب العالمين قوية جدا. وبعد هذا الشخص اختفى داخل الحمام، او تقدرون تقولون دخل داخل الجدار واني ما شفته. الاصوات ترس البيت والبوب تنفتح وتنسد بصورة مو طبيعية، واني اكرر باسم رب العالمين وهذا الشيء الوحيد اللي حافظه. وبعدها حسيت مثل الشيء الاسود قام يفتر داير ما دايري، واني اقول هاي الكلمة وهذا الشي يفتر
وضخم، بعدها سواد بسواد انغمى علي. وقعدت الصبح لقيت الدم تارس المكان، ورأسي كان مشقوق، والحمد لله والشكر ما متت من النزيف أو الدم اللي نزفته. الغريب بالأمر تتحرك من مكاني ما قدرت، ظهري كأنه مكسور بالنص. رحت أزحف وجبت التليفون وما عندي أحد أخابره، وقلت ما أخابر أصدقائي أبدا. خابرت أمي وقمت أبكي وقلت لها أنا جاي أموت بالبيت، تعال بس أريد أشوفك. قال شنو الشي اللي صار؟ قلت لها تجين وأسولف لك كل شي. طبعا من صوتي هي عرفتني شنو الشي اللي بيه، وصدق والدتي ماكو نص ساعة وإجتي، لأن كان بيتها شوية بعيد علي. طبعا إجتي ودخلت البيت ولقيتني ممدد بنص الصالة وكل دماية، والممر كله دماية، والمكان كله الدم مالتي. طبعا قالت شنو الشي اللي صار؟ قلت لها اللي صار انت عفتيني، وهذا اللي صار بعدك، وليش سويت بي؟ بديت ابكي، وشنو ليش ما تقدر تتحرك؟ قلت لها ظهري انكسر. اخذوني للمستشفى وشافني الدكتور وقال عنده شلل نصفي، او تقدرون تقولون شلل مؤقت، احتمال بالتمرينات يصير زين، واقع وقعة قوية على ظهري واني ما وقعت. وسألني الدكتور، قلت له ما اذكر شلون وقعت، بس اذكر بالحمام، بس انا كذبت عليه اذكر كل شي. طبعا امي رجعتني للبيت وما راحت لبيتها نهائيا، خابر عليها زوجها، قالت له ابني تعبان وراح اظل يمه، ما حكى اي كلمة. ظلت امي تداريني وحكيت لها على الشي اللي صار وياي كله، وبدت توديني الناس يقرون قرآن، واكو ناس يمنا يصيحونهم سادة ويقرون بالقرآن، بس كلهم ما فادوني. المهم واحد من عندهم نصحني وقال لي انت اقرأ قرآن وخلي رب العالمين يشفع لك. وظليت اقرأ قرآن وادعي يوميا من رب العالمين انه يساعدني، والحمد لله شوية شوية ويا العلاج اللي سويته بديت اقدر امشي وعفت الكرسي المتحرك. بس لحد هاي اللحظة اللي جاي احكي بيها وياك، انا ما اقدر امشي اذا مو على عكاز، حرفيا الجن ضربوني وسقطوني، ولو ما ظال ولو ما لطف رب العالمين بيه كان هساني من الميتين. ولهنا وتنتهي قصتنا اليوم. عجبتك ادعمني بلايك، ما عجبتك لا تطلع فارغ، حط لي ديسلايك، ماكو اي اشكال. منتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.